560، شوف البنات كي داير واعر هذا ب 560 28 درهم. راه كاين تما داك الكريمي اللي الفوق الترابي وهذا البوردو حتى هذا واعر. كاين هذا كيدير 65، ديري اللي حنا 55 ثمن مناسب ودرنا ليه ثمن القناة. هذا راه ثمن مزيان، راه كان داير ليه 65 ياك، دابا 55 درهم لمتتبعي القناة عالم فاتي فلوغ. انا كيف ما كنقول لكم هذا راه بروكر وهذا بروكر، هذا ب 50 درهم اللي وريتكم في الاول وهذا غير بالصقلي. هذا هو الفرق اللي بيناتهم، ان هذا منسوج بالصقلي كيف ما كتشوفوا، ها هو هذاك علاش زايده 5 دراهم الفرق ديال الصقلي اللي فيه. ها هو. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بصحه جيده. اليوم كيف ما شفتوا جبتكم لحي المسيره، السوق ديال المسيره اللي فيه طليمطات رائعين، جبتكم عند الاخ عبد المولى، عندهم طليمطات واعرين، عندهم البروكار اتوا بروميه. المهم غنخليكم مع الاخ عبد المولى، غادي يورينا انواع ديال الاثواب وغادي يورينا الاثمنه. نبداو اخويا عبد المولى. كاين اختي هنايا 35، 35 دا فيه طروه بياس، كاينه الورد، كاينه الورده، وكاين طلميط سامبل، وكاين طلميط ري اللي كلهم يمكن. كاينه اونتيري البروكر كيدير 55، دايرين لي حنا 50 ثمن صيب. هذاك اللون الفوقاني ترابي، ترابي، وكاين بلو سيال، وكاين الباج، كاين الباج، الخديه ديالو في البلو سيال. ها هي الخديه ديالو كيف ما شفتوا، كتجي على هذا الشكل، راه هي كتجي زوينه. 45 درهم الخياطه ديالها، 45 درهم ها هي الخياطه ديالها. ان شاء الله المتتبعين ديال القناه عالم فاتي فلوغ غيدير معاهم ثمن مناسب، غير جيو ان شاء الله راه ما يكون غير خاطركم. هذه الخديه ديال هاد الطلميط الاخران ياك، البلونكاسي هادي ديال التوب الرومي، ها هما اللوينات ديال الرومي، باش اللي بغى شي حاجه يصورها الاخ عبد المولى راه غنخلي لكم نيميرو التليفون ديالو وتواصلوا معاه. كاين هذاك بلو مارين، هذاك ياك اخويا بلو ماري، راه كاين فيه السامبل والمورد والغي، كاين الكري حتى هو وكاين الخضر. بالنسبه للرومي راه كيكون من السيمانه للسيمانه كيكون الجديد، ديما كاين الجديد، وكاين هذاك الصفيفر اللي معاه الكري حتى هو زوين. كاين هذا كيدير 65، دايرين لي حنا 55 ثمن مناسب ودرنا لي ثمن القناه. هذا راه ثمن مزيان، راه كان داير لي 65 ياك، دابا 55 درهم لمتتبعي القناه عالم فاتي فلوغ. انا كيف ما كنقول لكم هذا راه بروكر وهذا بروكر، هذا ب 50 درهم اللي وريتكم في الاول وهذا غير بالصقلي. هذا هو الفرق اللي بيناتهم، ان هذا منسوج بالصقلي كيف ما كتشوفوا، ها هو هذاك علاش زايده 5 دراهم الفرق ديال الصقلي اللي فيه. ها هو راه هو فيه البوردو، فيه الصفيفر، الصفر ديالو واعر، هو هذا. ها هي الخديه ديالو، حتى هي بنفس الثمن 45 درهم. الخديه ديالو كتكون دوفاس دير الشكل اللي بغيتي. ها هي الخديه ديالو، كاين فيه الزرق، ها هو التلميطات، راه كاينين جوج تلميطات فيه اللي بغيتي، كاين الزيكزاك وكاين الكار، وكاين اللي كيبغي يدير هذا يديرها تلميطه ومخاد، كيبغي يدير الملاحف. وكاين عاوتاني اللي كيدير فرماجات، فرماجات في هذا الزيكزاك، وواحد من المنقط، كل واحد واش كيبغي. المهم راه عنده اشكال كثيره، ها هما. هذا هو البروكار ديال 50 درهم، هو هذا، ولكن راه بروكار اللي هو زوين. ها نتوما، ها الزواقه ديالو، راه ديما كل سيمانه كيكون عنده الجديد. المهم الا عجبكم المحل وبغيتوني نبقى نجي نصور لكم، راه نبقى مره نجي نصور لكم عنده، راه ديما عنده الجديد وعنده انتمينه اللي هما زوينين. بالنسبه للخياطه ديال هاد الخديات، شحال اخويا عبد المولى الخياطه ديال هاد الخديات؟ هذيك دير 260 درهم، 10 درهم هادي، 10 درهم ها هي، هادي دوبل سان ياك. ها هي كاين عاوتاني ديال البروكار ديال المجدول، دير ليها 40 درهم. ها هي ديال المجدول، داخل فيه الصقلي هذا. ها هي الخياطه، انت راه داخل فيها، داخل فيها الصم. انا عجبني هذا الرومي هذا بزاف، زوين
مورد. بالنسبة للرومي راه كل سيمانة كيكون جديد. وهذا الرومي شحال الثمن ديالو؟ 35. 35 درهم هذا. هذا اللي فيه الورادي والغي، هذا قلتي لي ما بقاش فيه بزاف هذا الصفر. هذا ما بقاش فيه هذا الغي بزاف، ولكن اللوينات الأخرى راه باقين. ولكن هذه الوردة ديالو راه باقة. هذه راه باقة. راه محل زوين وفيه كل شيء. وبالنسبة خويا لهذا الرومي هذا؟ هذا 560. شوفوا البنات كي داير واعر هذا ب 560. 28 درهم. راه كاين تما داك الكريمي اللي الفوق الترابي. وهذا البوردو حتى هذا واعر. هذا راه ما عطيش التصوير حقه، ولكن راه بوردو. هذا راه كرون. هاو كيف ما شفتوا. وكاين هذا داخل فيه هاد البلوسيال هذا، ها هو. وكاين هذا بحال الخزي. ها هي الخديه ديالو كتجي على هاد الشكل. كاين هذا. هذا شحال اخويا عبد المولى؟ هذا 30 درهم. وكاين الشكل ديالو زاد بحال هذا بحال فيه عريقات ياك. شتي هذا البلوغ هو ديالو. بالنسبة للرومي راه كيوصل المرة 25 درهم كان الصوب، كانت شي حاجة مابقاش فيها الكثرة. ملي ما كيكونش الكثرة كتبقى في الرولو راه كيوصل حتى 25 درهم ياك اخويا. حتى 25 درهم إلا كانت شي حاجة بقات منها غير كمية قليلة كتوصل حتى 25 درهم. هانتوما هادو كلهم لوينات زوينين فنين. ها هنا ممكن ديروه مع هاد الخضر هذا، ممكن هذا ياك. جوج طلميطات. هذا حتى هو تابع اليوم. هادو ديال 560، هادو ب 560، شوفوا كيفاش داير. كاينين اللوينات زوينين والمحل فيه بزاف ديال لو شوا، يعني غير جيو وان شاء الله راه ما يكون غير خاطركم، راه غادي يصوب معاكم ان شاء الله في الثمن. وعليكم السلام. ها هما. بحال هاد الخياطة هادي زوينة بعشرة دراهم فنة، بعشرة دراهم زوينة. وبالنسبة للسامبل واقيلا وجدين لي تا هو واقيلا عشرة دراهم. خدي السامبل شحال اخويا عبد المولى؟ خدمة سامبل. سامبل بلا دوبل سامبل بلا والو. 380 درهم السامبل. 160. 160. شوفوا هذا كيفاش جا، هذا جا واعر هذا. كثر إلا دخلت فيه الكرونة غادي يجي رائع. ها هما. المهم راه عندو شكيلات زوينين، غير جيو ان شاء الله تقداو من عندو، راه ما يكون غير خاطركم. ها هذا الزرق، هذا الزرق هذا واعر شتي. هذا داخل فيه الصم. وهادو شحال دايرين هادو اللي لداخل؟ كنبقشش شادين فيه. واحد السيمانه غتكون ثاني الجديد، غتكون الجديد صافي ان شاء الله. نجي نصور مع خويا ان شاء الله، راه غادي يكون الجديد في الرومي ونجي نصور معاكم. كاين هاد الخضيدر هذا حتى هو جا واعر. لا راه ما نشداش. هانتوما هاد الخضر هذا شحال زوينه، فيه المورد وفيه هاد البيج وفي هذا وهالكري. ها خذوا الخديات ديالو كي جاو. وعليكم السلام. جاو فني. ها هي الخديه هذه حتى هي كي جات، هاد الغي سامبل. هادو ما بقاش فيهم عبد المولى هادو. لا ما بقاش هادو، ما بقاش فيهم. حتى السيمانه ان شاء الله وملي غنجي راه صافي ان شاء الله. صافي ان شاء الله الشغل ديالك وجه. صافي واخا خويا صافي. نتمنى هاد لافيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب، واللي اول مره كيزور القناه ميساش انه يتابونا في القناه. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم ومن اللي لايك ديالكم. كنبغي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والعنوان ديال المحل راني خليته لكم في الاخر ديال الفيديو.